ما ينفعش. ازاي يا احمد؟ ده انا خلاص عملت الحجوزات وحنطلع من اليونان على المغرب، ده غير اني حجزت سوتين في افخم اوتيل في اليونان. وايه لازمتها المغرب يا اخي؟ هنريح لنا يومين. انت ما تعرفش قصتك المغرب دي يا اخويا؟ ما تعرفش المغرب؟ رايق انت او لا بقى فيها لا مغرب ولا يونان. فتح مسافر امريكا وانا مش هعرف اسافر طول ما هو هناك. طب ما هو محمد هنا. محمد ما ينفعش لوحده يا امجد. طب وبعدين هنعمل ايه بقى؟ المره بقى كنت عايزك تعرف ان فتحي رفض دخولك معانا مشروع النقل. انا مش قلتلك؟ بس معلش ما يهمنيش، هو اللي خسران يا سيدي. معلش ما يهمكش فعلا. وبعدين على فكره احنا ممكن نشتغل حاجه مع بعض. حاجتي ايه؟ نعمل فوازير. انا هعمل فوازير كل يوم في رمضان تلفزيون، انا اعملها انت تعملها راديو. فوازير هنعمل ايه يعني؟ هنرقص ونغني ونقول تواشيح لمؤاخذه؟ لا اله الا الله، بتتريق عليا يا امجد. لا يا سيدي، احنا هنعمل مسابقه كل يوم ونقدمها باسماء شركاتنا، بس نقدم الجوائز 1000 جنيه يوميا، ما نستناش لاخر الشهر. حاجه زي كده ممكن تقلب البلد كلها. بقى انت بقى سعاده البيه فاكرني عيل صغير وجاي تضحك عليا في فزوره وعاوزني بدل ما اكسب فلوس ادفع فلوس؟ هو انت الحاج فتحي بيسلطك عليا ولا ايه؟ والله انا غلطان ان انا بعرض عليك فكره بمليار جنيه. انت عارف حاجه زي كده ممكن تعمل ايه في اسامي شركاتنا؟ هتعمل ايه يعني؟ ما احنا اسامي شركاتنا مغرقه الجرايد كل يوم والناس عارفانا وعايزه تتعامل معانا. ايه الجديد يعني؟ في جديد على راي رضا امين، يمكن تلاقي وجود فاكره وماهوش موجود. ولا مؤاخذه، مين رضا امين ده؟ رضا امين شاعر كبير قوي. انت ما بتسمعش اغاني يا امجد؟ لا ما بسمعش اغاني، بعمل فوازير. ازاي الكلام يا؟ ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا عبد السلام؟ اهلا بيك يا حاج احمد. اتفضل يا فندم، نورين. اهلا وسهلا. خلو عبد السلام اتبسط قوي من فكره الفوازير اللي انت عايز تعملها. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج احمد. خالو لازم يعني ولا ماما لميا تبقى بنت ابن عمي؟ يعني انا في مقام خاله. انا مؤكرم يا فندم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ان شاء الله ناويين نعمل فوازير رمضان، فوازير من القران الكريم، حاجه سهله وميسره كده من الصور القصيره، الناس تقدر تشاور عليها بسهوله وتجيب رقم الايه، وان شاء الله ناويين نعمل جائزه نقديه يوميه طيله شهر رمضان. عايز تعملها بقى في التلفزيون ولا في الاذاعه؟ لا طبعا في الاذاعه وفي المحطه اللي انا بشتغل فيها كمان. في الحقيقه لا يا لميا، انا هعملها في التلفزيون، وارجوكي ما تزعليش مني. لا بقى انا كده هزعل منك يا ستي. هصلحي والله هصلحي. قلت ايه يا عبد السلام بيه؟ اللي انت عايزه، بس اهم حاجه ننظم مع القطاع الاقتصادي ان هو المسؤول عن كل اعلانات التلفزيون والراديو. ان شاء الله كل اللي انت هتقول عليه هنخلصه، مفيش مشكله. وبعد اذن حضرتك الاستاذه لمياء هي اللي هتنوب عن الشركه في الاشراف على الحدوته كلها. ايوه يا احمد، بس انت ما قلتليش ايه فكره الفوازير دي. والله بالظبط انا ما اعرفش، بس هي هتبقى من القران. هنختار صور بسيطه وصغيره، انا يهمني قوي ان الناس تفتح المصحف طول شهر رمضان. يهمني كمان قوي ان الاسئله تبقى سهله. ايه رايك لو السؤال يبقى عن ايه معينه في صوره معينه؟ يعني مثلا وقال الانسان ما لها، الايه دي تبقى رقم كام في صوره الزلزله؟ برافو. نعمل كده بقى في جزء عامه كله، كلها صور صغيره وبسيطه والناس سهل انها تجيب الايه ورقمها وكل حاجه. يا رب يدينا ثواب الناس اللي هتفتح في المصحف وتقراه طول شهر رمضان عشان تحل الفزورة. اكيد. وانا بقى جات لي حته فكره، ايه رايك لو كل يوم تسلم الجايزه بنفسك؟ الله، واطلع وانا بسلم الجايزه كده في التلفزيون؟ طبعا يا سيدي، دي احلى دعايه. بس كل ده وقت هتدفع عليه فلوس للاعلانات. لا 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 لا، مفيش اي مشكله، طول ما الفلوس بتجيب فلوس مفيش مشكله في الدفع. بس هو في حاجه تانية، انا حاسس يعني انه من حقي وطبيعي قوي ان اعرف مين المذيعه اللي هتصور معانا. اختار المذيعه اللي تريحك، المهم انها تبقى من نفس القناه اللي تعرض فيها الفوازير. هو في مذيعة كويسة قوي قوي، أنا أعرف شكلها بس ما أعرفش اسمها. في أنهي قناة بالظبط؟ تالي كده في التالتة والله أعلم. طب أوصف لي شكلها كده، أو قول لي اسم البرنامج اللي بتقدمه إيه؟ ريبورتاج. يا أهلا بأحلى مذيعة في التلفزيون، شرفتينا ونورتينا. أهلا بيك يا حاج، ده بس من ذوقك والله. الله يخليك، اتفضلي. في الحقيقة أنا كلمت عبد السلام بيه وقلت له لو الأستاذة هالة درويش مش هي اللي هتقدم الفوازير بلاها فوازير في رمضان السنة. يا نهار أبيض يا حاج، ده شرف ليا إني أقدم لك الفوازير،
ده كفايه عليا اني هعمل معاك اللقاءات كمان. الله 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 الله، والله الواحد هيدخل التاريخ من احلى واجمل ابوابه. وانا حاسس ان الجايزه الحقيقيه للي هيفوز انه هيقف جنبك على الشاشه. لا انت قصدك بقى انه هيقف معانا احنا الاثنين مش معانا لوحدي. يا ست هانم واحنا هنروح فين فيكي بس؟ لا شفت الكلام خدني انا. اشربي ايه؟ ليمون. يا دي النور يا دي الهنا، يا اهلا وسهلا. ايه يا حاجه؟ ازيك يا حاج محمد؟ اهلا وسهلا. اسمحي لي انا اسلم هو ما بيسلمش. سامحيني. اتفضلي يا فندم. مش مشكله. اتفضل. حاج احمد احب ابشرك ان احنا خلصنا حوالي 20 حلقه. الله 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 الله، برافو برافو. طيب انا هستاذن انا بقى اسيبكم تكملوا شغل. ماشي يا ابو حميد. اتفضل. بعد اذنك. بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. ايه الاخبار الجميله دي؟ اه الحمد لله. بص انا عاوز اقول لك ان احنا كده خرجنا من الصور الصغيره ووصلنا للصور الكبيره زي البقره وآل عمران، وهي فرصه الناس تقرا الصوره كلها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله انا متهيالي اني هخليهم يطبعوا عدد اكتر من المصاحف. متهيالي كده الناس هتدور وهتعوز مصاحف كتير عشان الفوازير. يعني بس ما اظنش ان في بيت في مصر ما فيهوش مصحف يا حاج احمد. لا بس انا برضو متهيالي ان احنا لازم نزود الاعداد شويه. يعني بص مثلا الناس هتفضل تدور، هيتسابقوا بقى مين يلاقي ده الاول مين ده. حتى لو عيله مكونه من اربعه قولي عندهم مصحف يبقوا عايزين ثلاثه. بس انا اعتقد ان مش كل البيوت فيها تلفزيونات، وده معناه ان في ناس مش تعرف اي حاجه عن الفزوره، ده غير ان في ناس لا بتعرف تقرا ولا تكتب، وبكده حسبتك تبقى مش مظبوطه. لا بس انا برضه عايزين نطبع مصاحف برضه زياده. ده لازم. ما يمنعش يا حاج. في الحقيقه كمان ما يمنعش انك ذكيه جدا وحاضره جدا ودماغك جاهزه لاي حاجه. هو دماغك راضي. بسم الله ما شاء الله. كل ما اقول حاجه تنطلي من الاذاعه. ده مدح ولا ذم؟ ولا قصدك ان انا رغايه يا حاج؟ يتقطع لساني. لا رغاخس عليك. لا العفو. امال تقصد ايه؟ اقصد ان انا عايز اتجوزك. ايه؟ تتجوزني؟ نفسي اتجوزك بس خايف ترفضي. جميله؟ والله كويس انك لسه فاكر اسمي، ويا ريت تبقى فاكر كمان ان جميله دي لسه مراتك مش كلبه رميها في البيت. بس 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 في ايه؟ صوتك عالي ليه؟ استني يا هال. عايز طب هل ايه وزفت ايه؟ كلمني انا زي ما بكلمك. بقالك اكتر من ست شهور ما عبرتنيش. انت ايه يا اخي؟ مش بني ادم؟ خلاص قلت لك ما تعلي صوتك. اتفضلي ارتاحي. اعمل ايه يعني؟ انا مش فاضي حتى عشان اهرش. يعني ما بتاكلش؟ ما بتنامش؟ ما بتدخلش الحمام؟ انت ايه يا اخي؟ جبله؟ مش هين عليك حتى ترفع سماعه التليفون وتسال على الحماره اللي متجوزها ورميها في البيت؟ والله ما فاضي، والله العظيم ما فاضي، مش فاضي حتى ابص ورايا. سامحيني معلش، ده انا عايز اليوم يبقى 48 ساعه. بقول لك ايه يا احمد؟ طلقني واكتب لي شيك بالمؤخر بتاعي 250,000 جنيه. انا ما بطلقش وما بكتبش شيكات، وارفعي عليا قضيه. لا انا ما برفعش قواضي، انا بس هجرسك. وطبعا الناس اللي نفسهم يجيبوا دغك كتير قوي، والصحافه طبعا ما هتصدق تكتب عن الحاج التقي الملياردير اللي هاجر مراته. يا مجنونه يا مجنونه. عايزانا نخسر بعض في لحظه غضب ليه؟ احنا لسه هنخسر بعض يا احمد. كم مره اتصلت بيك وما ردتش عليا؟ كم مره بعت لك وما سالتش فيه؟ عايزني على ذمتك ليه؟ عايز تذلني ولا عايزني حرمه تتوى فيها لما نسوانك يرموك؟ طلقني يا احمد، طلقني دلوقتي حالا. حاضر اطلقك. والشيك قبل الطلاق. تمام. عايزه حاجه تاني؟ لا مش عايزه، بس هتيجي معايا دلوقتي عشان تاخد حاجتك بدل ما ارميهم لك في الشارع. خلاص عيبها. اه وعشان ابقى خلصت ضميري منك لازم اقول لك ان البنوك كلها قايمه عليك وبينخربوا ورا. نخربوا ازاي؟ ازاي دي بقى فيها شيك كمان ب 250,000 جنيه؟ رغم ان اللي هقوله لك يسوى اكتر من كده بكتير، وانت عارفني مش بتاعه فلوس. طبعا طبعا طبعا. تمام حاضر اتفقنا. اتفضلي اشربي ليمون. ها ليمون كويس. ليمون. بس انا مش شايف حاجه تخوف في الكلام اللي انت بتقوله ده. ازاي بقى يا حاج فتحي مفيش حاجه تخوف؟ معنى كده ان هما لما زودوا سعر الفايده في البنوك بيقولوا للناس تعالوا حطوا عندنا، ما تحطوش عند الناس دي. هي البنوك يوم ما حطت معظم قوي هتدي فوائد كام؟ ها هتدي كام؟ اكتر من 9%.
هتوصل ل 12 13% حتى لو وصلت ل 15% عمرهم ما هيوصلوا ل 25 ولا 30 زي ما احنا بندي. ده غير بقى ان البنوك اللي بتدي فوائد ثابته ده يعتبر ايه؟ يعتبر ربا وحرام. لكن احنا والحمد لله كل ارباحنا حلال في حلال. عشان كده ما تخافش يا احمد يا ابني. يابا انا خايف من حاجه تانية خالص. معنى كده ان هم شافونا حطونا في دماغهم ابتدوا يدقوا طبول الحرب. لا لازم اخاف وانتوا تخافوا كمان. يا دكتور احمد احنا نص فلوسنا بره مصر، يعني احنا في الامان. الله، والناس بتاكل من لحمتنا وبيشتروا ذهبنا، وان شاء الله هيركبوا مواصلاتنا وهيودوا عيالهم الحضانات بتاعتنا. يعني احنا مسنودين بالناس، ما تخافش، ما حدش يقدر يهوب لنا. والحمد لله يا جماعه كل العقود اللي احنا ماضيينها مع المودعين مظبوطه، دي صالحنا مش ضدنا، وماضيين بخط ايديهم ان احنا ممكن نرجع لهم الارباح كامله او ناقصه، برضه ماضيين ان احنا ممكن نرجع لهم الفلوس او ما نرجعهاش خالص او يخسروا فيها. كل ده ماضيين عليه. المشكله مش كده بقى، المشكله عند الدكتور احمد. القضيه يا دكتور احمد هي اللي قلقاك وموترك بالشكل ده. لا والله ابدا، انا خايف من غدرهم، دول يغدروا بيك في اي وقت، يضربوك تحت الحزام فوق الحزام وما تعرفش الضربه هتجيلك منين. يا ابني بقول لك ما تخافش، جمد قلبك، وبعدين اي حته يضربونا فيها هنلاقي حد من معارفنا ساعتها ينبه. لا يا حاج، لولا ان جميله قالت لي على موضوع الفايده بتاع البنوك ده انا ما كنتش عرفت من اي حته. والله عالم ايه اللي بيحصل وما نعرفوش. لو احساسك صح يا احمد وانا بصدق في احساسك، يبقى انا عندي الحل اللي هيريحك وحط في بطنك بطيخه صيفي. يا ريت الحقني بيه يا حاج. نفتح بنك. نعم يا اخويا، نفتح ايه؟ بنك. قال واحد في اللي قاعدين دول كلهم بنك لوحده. فيها ايه يعني؟ احنا هنغلب؟ لا طبعا مش هنغلب يا حاج، يسلم فمك، من بكره ابدا في الاجراءات. الله، ازاي؟ وقضيه العمله اللي معموله لنا قبل كده مش هيرضوا يدونا الترخيص؟ وما يدوناش ليه يا حبش يا جوز اختي؟ القضية طلعنا منها شخص دي الحمد لله، وتجارة العملة بطلوها لنا وقفلها لنا بالضبة والمفتاح. البورصة محدش يقدر يتكلم فيها، يعني احنا زي الفل فل الفل. وبعدين ده احنا مدينين الحكومة، ده وزارة الزراعة لوحدها لينا عندها 50 مليون دولار. الا بالحق، هي الفلوس دي مش هترجع تاني ولا ايه؟ هترجع ان شاء الله هترجع. نجيب بيه عامل لنا قاعدة مع وزير الزراعة، بس هندي نسبة يعني في بنك التسليف. مش هترجع يا حاج، مش هترجع، يا الحكومة لا يتاكل يا حاج، وزادونا الفلوس ده هيدوها لنا جنيه في جنيه بالتصيط وموت يا حمار. لا يا دكتور أحمد هترجع، اللي عند الحكومة ما بيروحش. وبعدين احنا خلاص كل شحنات الذرة والفول اللي جاية لنا هنوردها للتجار على طول، ومش هياخدوا منها حاجة. تحت اي ظرف من الظروف لازم كل الورق المهم اللي في الشركات يتلم، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. المهم مفيش مشكله في الكلام انت بتقوله ده، المهم تخلص لنا موضوع الجوازه بتاعتك دي عشان نقفل القضيه بالضبط المفتاح. واذا غلب حمارة خالص ومش لاقي عروسه احمد، عروستك عندي. لا اطمن، في حاجة حلوة قوي، بس يعني عايزة ايه؟ تكاية كده. طب ما تتك التكاية يا حاج احمد. اتفضل يا هالة. يا اهلا وسهلا. اهلا بك يا حاج. يا بالنور، يا ربي بدخل المحل كل يوم، بس النهاردة بيبرق قوي المحل. بص بقى يا ستي، انا رحت لبراطاتي كلهم ولميت الذهب اللي عندهم، لقيته كيلو ذهب، وما انك انت بمراطاتي كلهم هجيب لك كيلو ده. كيلو؟ اتفضل. نقي بقى غير ده كل اللي انت عايزاه. بس انا لسه ما وافقتش. مش مهم خالص موافقتك دلوقتي، طلباتك ايه؟ هتسكني فين؟ هسكنك في فيلا في مصر الجديدة ولوحدك. كيلو؟ كيلو، كيلو ذهب. طب الله، أنت عايزة كام؟ مليون جنيه؟ بس. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج.
يا حبيبي هات لي بطاقتك وحصلني على المكتب لو سمحت. تحت امرك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يد النور يد الهنا. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. معلش سامحني يا عم الشيخ تاخرت عليكم. تاخرت ولا جيت بدري؟ المهم نقضي المصلحه ومبارك. يا سيدي بسم الله ما شاء الله ان شاء الله تقضي المصلحه وهتبارك. ادي المصلحه وعريس وعروسه واثنين شهود. بقول لك ايه تعالى بعد اذنك يا عروسه. اتفضل. قلت للمأذون على موضوع التاريخ؟ طبعا. امال انا قاعد بديله الرضع من الصبح عشان ينام. المهم انا اللي عايز اسالك سؤال مهم. ايه اسال. انت على ذمتك كام واحده دلوقتي؟ بعدين بقى انت هتربكني ليه؟ انا طلقت امل وجميل. دول خدوا كارت احمر يعني دي ممكن تلجي. مسابقه فوازير الريان، جاوب على السؤال واكسب 1000 جنيه يوميا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذكر رقم الآية واسم السورة. اشترك واتصل على رقم تليفون 8080 40 أو 50. تسلم الجائزة يوميا للفائز في مقر شركة الريان بالهرم. لو سمحت يا أستاذة هالة. أيوة تفضل حاجة حبش. لو أنتم جاهزين الحاج ممكن ينزل. إحنا دقيقتين بالكتير وخلاص هنكون زبطنا الإضاءة والفائز كمان وصل. الله يبارك لك، أنت عاملة حاجة زي الفل. الله يخليك يا رب. تسلم. السلام عليكم. عليكم يا السلام. يا أهلا يا أهلا. الله وبركاته. أهلا بك يا حاج. ازيك استاهل؟ على فكرة احنا جاهزين والفايز كمان موجود معانا، يا دوب هنبدأ حالا. ان شاء الله. استاندي باي. الفايز فين؟ انا يا فندم. اتفضل. اهلا 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 اهلا. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. 4 3 2 1. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في فوازير الريان الرمضانية. والنهارده طبعا زي العاده هيكون معانا الحاج احمد الريان عشان يسلم لكم الجوائز بنفسه. مصباح علاء الدين النهارده بقى شركه الريان. يا حاج احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، بارك الله فيكم. واكيد كمان بنتعرف النهارده بالفايز بجائزه الريان الرمضانيه. نتعرف بحضرتك والف مبروك. مجدي طلعت يا فندم. الف مبروك يا استاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانيه جائزه 1000 جنيه. الف مبروك. لو سمحت ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف الله يبارك فيك. ربنا قدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا أنا فاطر. مريض حضرتك ألف سلامة. أنا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان. أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض سبحان الله. والجائزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه. علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجل في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء، لكن هنقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. تفضل. صايع أول حاج أحمد ده. أنت عارفة أقول كده ليه؟ عشان الاخوه والمشايخ ما غضبوش عليه. انا اللي فارسني ال1000 جنيه اللي بقى 2000 دول، زي ما يكونوا بيلاقوا الفلوس في الشارع. ما هي دي فلوس المودعين اللي مش تعبانين فيها، جات لهم وفي حجرهم وبيعزقوا براحتهم. انا مش فاهمه الحكومه سايباهم كده ليه. علشان هم شارين الحكومه وشارين الصحافه وشارين اولي الامر. انت عارفه انا قدمت اكتر من 10 موضوعات عنهم. ان حد ينشر لي سطر واحد ابدا، انسي. ويا ريت حد يقول لي ما تكتبش تحقيقات، ما تعملش حاجة أبدا، كله بيتركن في الإدراج. أنت عارف ممكن تاخد التحقيقات دي وتوديها فين؟ فين؟ أنت تطلع بيها للأستاذ عادل من غير أي وسيط، صدقني لو قراها عجبته لا ينشرها على طول، ده ما بيعملش حساب لحاجة غير للمهنة وبس. أنت على كده بقى عايزانا أتعدى على الأستاذ زكي؟ طز في الأستاذ زكي. خد. أدي آخرة الفوازير وفشخرة الكدبة بتاعتك. يا حاج الفوازير مش فشخرة والله، ولا عملناها عشان الفشخرة، لا إله إلا الله. طب انت عارف الفوازير دي دخلت لنا كام مودع في رمضان؟ قد ايه تقريبا يا حبش؟ 32000 مودع، يعني اجمالي ودايع عدى ال 200 مليون جنيه. لا بس الكلام اللي منشور ده يخوف. هما ابتدوا بقى يتكلموا من الفوازير والبعزقه، وبعد كده دخل لك في العقود اللي احنا ماضيينها مع المودعين، بيقول لك مش قانونيه. احنا فتحنا على نفسنا باب من ابواب جهنم، ويا عالم هنقفله ازاي؟
مين يسري فرج؟ الدكتور بيسألنا مين يسري فرج؟ صحفي، صحفي من اللي انت حاطهم في جيبك، مش انت بتقول كده؟ انا خوفي من الكلام على العقود، ده هيهيج علينا الضرايب وقانون الشركات، يعني ربنا يستر. في الحقيقة يا حاج انا قريت الموضوع كله ومش شايف فيه مشكلة. المشكلة جاية منين بالظبط؟ المشكلة في المبيعين، هيهيجوا علينا وهيبدأوا يسألوا الفلوس رايحة فين وجاية منين، والحكومة هتقول لك حق الناس وحقنا ده غير هيئة سوق المال والأموال العامة، وفين يوجعك؟ يعني كل اللي خايفين منه هيحصل، والبركة فيك يا أحمد وفي فوازيرك. لا يا حاج، لا، السبب الحقيقي ورا اللي بيحصل ده إننا كبرنا قوي، وهم ابتدوا يخافوا، ولذلك ابتدوا يخربوا ورانا في كل حتة، وموضوع الفوائد بتاع البنوك ده كان أول الطريق زي ما أنا قلت لكم بالظبط. ويخافوا مننا ليه يا دكتور أحمد؟ يخافوا مننا ليه؟ إحنا مالنا ومالهم؟ إحنا مالناش في السياسة، والناس مبسوطة معانا 24 قراك. أحمد بيتكلم صح يا حبيبي، إحنا كبرنا قوي، وكبرنا زيادة عن اللزوم كمان، بقينا عاملين زي الديناصور اللي الناس لازم تخاف منه حتى لو ما عملهمش حاجة. خلاص يا أولاد، إحنا نقفلها وندي الفلوس للحكومة تصرف علينا وعلى الناس وعلى الفوازير وعلى البلد. لا يا حاج، لا مش هنعمل كده، اهدى انت بس وانا هعمل رد افند فيه كل اللي جه في المقالة دي، ما تقلقش خالص. ونخلي الاستاذ وحيد ثعلب يعمل لنا اي تصور قانوني نسد بيه اي ثغره ناويين يفتحوها. الخوف بقى اللي يفصل لنا قانون على مقاسنا، لا ينفع لا مع ثعلب ولا دي، ساعتها بقى يبقى عليه العوض ومنه العوض. خلاص بقى، خلاص بقى يا ستي بقى، ربنا يكرمك. انا مش فاهم ايه اللي مزعلك يا هانا، ده انا والله كنت في مصيبه، كنت هرشع في الحيطه، ده انا ما رحتش شفت الواد اللي نفسي اشوفه وما اعرفش عنه حاجه، تقوم تزعل مني يا ابويا؟ ده بدل ما تواسيني وتطبطب عليا وتضحك وشي. ما هو ده اللي مزعلني يا احمد، كان المفروض اني ابقى جنبك في الاوقات دي. انا حاسه زي ما اكون زوجه ترانزيت، محطه بتعدي عليها وانت رايح او انت جاي، مش حاسه ان مراتك زي ام بناتك بتعاملها نفس المعامله، زي ما يكون زوجه مؤقته. خس عليك يا هاله، ليه بتقولي كده؟ مؤقته ايه بس؟ عاوزه بالله. لا وبعدين عايز اقول لك على حاجه، يعني بمناسبه موضوع محطه، لو افترضنا انك محطه هتبقي احلى محطه في حياتي كلها. كل الحكايه اني مش عايز ادخلك في الشغل واعرف الشغل، حاجات مالكيش فيها يا هاله. مش عايز تدخلني ولا مش مأمن لي؟ خايف تقولي أسرارك، لأن النهاردة مراتك في السر ومين عارف بكرة هبقى مراتك ولا لأ. إيه دماغك بتروح فين؟ طبعا مراتي، مراتي النهاردة وبكرة وبعده ولآخر العمر كمان. بقولك إيه، أنا عايز أنسى كل حاجة إلا إنك هنا وموجودة، توحشتيني أوي ومش عايزك توحشيني أكتر من كده. وأنا بقى عايزة أوحشك أكتر من كده. أيوة بس أنا ما أقدرش أعمل. اصحى يا دكتور، اصحى شوف المصيبه اللي انت عملتها. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس. ايه يا ستي خير؟ اتفضل شوف بنفسك. الله لا قوه الا بالله. ايه لا 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 لا، ادي كدابه كدابه. والمؤخر مليون جنيه والفيلا بتاعت مصر الجديده كذب برضو يا ستي؟ كذب؟ لا اله الا الله، بقول لك كله كذب. وفوازير رمضان اللي كنت بتطلع فيها معاها كل يوم ده كمان كذب. يا حبيبه قلبي، دي صحافه، دول شويه صحفيين بياخدوا حته كده من الحقيقه ويعملوا حواليها حاجات كتير قوي مش حقيقه. مش مصدقك يا احمد، مش مصدقك. طيب طيب خلاص خلاص، انا هثبت لك دلوقتي ان كلامي هو الحقيقه. رايح تصدق شويه الجرايد؟ انا يا ستي هنزل لك تكذيب للخبر في نفس الجريده دي بنفس البند في نفس المكان. أنا ما عملتش حاجة غلط ولا عيب ولا حرام. أنا مراتك ولا مش مراتك؟ مراتي طبعًا. خلاص، يبقى إيه اللي مزعلك قوي كده؟ اللي مزعلني إن إحنا ما اتفقناش على كده يا هالة. أنت كده بتضريني في سمعتي وفي شغلي وفي كل حاجة. سمعتك؟ سمعتك إيه دي اللي هبوظها لك؟ ده لو على كده تبقى سمعتك بايظة من زمان. ده أنت متجوز قبلي يجي 4 ولا 5 جوازات يا أحمد. ده غير اللي أنا ما أعرفهوش. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. الناس كلها دلوقتي ضدي، يقولوا ايه لما يعرفوا ان انا كاتب لك مؤخر مليون جنيه وفيلا في مصر الجديده وشبكه في الشيء الفلاني؟ هيقولوا ان احنا بنصرف فلوس المدعين على حياتنا الخاصه. ده اللي اتكتب فعلا،
انت كده بتضربيني في مقتل. وانت ما بتضربنيش في مقتل لما الناس كلها تمشي تلسن عليا وتقول هلا درويش مرافق احمد الريان. اعوذ بالله من كلامك يا هاله. انا بحافظ على اسمي وعلى سمعتي وبخرس اي لسان يستجري يقول كلمه واحده عليا. طيب ايه بقى علاقه ده كله بالمؤخر الشبكه والتفاصيل دي كلها؟ انا ما قلتش حاجه غير على الفيلا وبس. ولا انت عاوزهم بقى يجوا يزوروني ويقولوا اه ما هي دي الفيلا اللي جايبها لها عشان يقابلها فيها في السر؟ طب المؤخر ما اعرفش حاجه عنك. شوف بقى انت مين اللي بيدور ورا. لا بقول لك ايه، ما تجننينيش يا هاله. الموضوع ده ما حدش يعرفه غير انا وانت وحبشي، وحبشي مستحيل ينطق بكلمه. اه انا وانت وحبشي والمأذون. ولا انت نسيت يا احمد ان احنا جوزنا بمأذون؟ يا نهار اسود. لا لو عرف المعلومات دي من مأذون وعرفوا يوصلوا له كده يقدروا ممكن يوصلوا لاي حاجه بسهوله. كده بقى مخترق يا